يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. دايما أولى حلقات الأسبوع بتبقى غاية في الأهمية، لأن بتبقى مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة بالمناسبة. وبالتحديد النهاردة الحلقة دسمة جدا جدا جدا، لأننا عندنا بعض الأخبار والكواليس اللي بتتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته النهائية لمباراة اليوم أمام سيراميكا إن شاء الله في تمام الساعة 9 مساء في بداية مرحلة الحسم في بطولة الدوري، وقبلها طبعا مباراة الزمالك مع المحلة. الفرقتين ماشيين بنفس عدد النقاط، لكن اللي على القمة هو النادي الأهلي بإذن الله يحافظ عليها حتى النهاية. وكمان عندنا كلام كتير على ابطالنا الاولمبيين اللي قدروا ان هم يفوزوا النهارده بميداليتين، سواء الميداليه الفضيه بدايه باحمد الجندي في الخماسي الحديث، او حتى الميداليه الذهبيه اخيرا لمصر في دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو، لطبعا فريال اشرف في الكاراتيه. وحاجه تفرح جدا وحاجه غايه في السعاده بالنسبه لكل الشعب المصري بكل تاكيد. فالكلام هيكون كتير جدا جدا على مدار حلقه اليوم، بخلاف كمان الحديث على ميسي ومصيره خلال الفترة اللي جاية بعد رحيله عن برشلونة. عندنا تفاصيل كتير جدا عن كل هذه الأمور، لكن دايما مهم جدا تواصل حضراتكم معنا كما هو المعتاد من خلال سؤال حلقة اليوم. والسؤال بيتعلق بمباراة النهاردة أمام سيراميكا وتوقعات حضراتكم لنتيجة هذه المباراة، ومين كمان ممكن يجيب الأهداف. تواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وحناخد أكيد تفاعلكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد دايما من حلقات الترند. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي الليلة، الأهلي يواجه سيراميكا في مشوار الدرع 43. أما في الترند الأولمبي، ذهب لفريال أشرف وفضة لأحمد الجندي، شكرا لكم شرفتونا ورفعتوا راسنا. أما في الترند العالمي، رحيل ميسي عن برشلونة حديث العالم، أمر طبيعي جدا. طيب قبل التفاصيل دايما خلينا نقول أهم وأبرز الأحداث النهاردة على مدار اليوم. نبتدي الأول بالماتشين اللي في الدوري المصري، وهما ماتشين مهمين جدا، وخلاص بقى هنبتدي يعني في الشد العصبي على مدار السبع جولات المتبقية بالنسبه للاهلي والزمالك في بطوله الدوري. فالبدايه النهارده هتكون بمباراه الزمالك مع غزل المحله في تمام الساعه 7 مساء على استاد الاسكندريه. مباراه هتكون مهمه جدا، كاهلاويه بنتمنى كل التوفيق بشكل طبيعي جدا لفريق غزل المحله. اما بحكم المنافسه طبعا يعني، اما فيما يتعلق بالمباراه الثانيه وهي الاهم بالنسبه لنا، الاهلي هيلاعب سيراميكا في تمام الساعه 9 مساء. مباراه قويه جدا جدا، وسيراميكا فريق قوي ومحترم، وعوده هيثم شعبان المدير الفني بعد رحيل الكابتن ضياء السيد، فاكيد هيكون في دوافع جديده بالنسبه لهذا الفريق، مما ممكن ان يصعب هذه المباراه بشكل كبير، لكن ان شاء الله الثقه كبيره جدا في الاهلي ولاعبيه. أولمبياد طوكيو النهاردة كان نهائي كرة القدم ما بين أسبانيا والبرازيل. المباراة ابتدت في تمام الساعة 1:30 ظهرا واستمرت حتى الأوقات الإضافية، واللي قدر من خلالها مالكوم نجم المنتخب البرازيلي في أنه يحسم المباراة والميدالية الذهبية لصالح البرازيل عشان يحافظوا على الميدالية الذهبية للدورة الثانية على التوالي. ففازت البرازيل بنتيجة 2-1، ودي كانت طبعا مباراة قوية جدا. أما في البطولة الإنجليزية وهي كأس الدرع الخيرية، بداية الموسم الجديد في الدوري أو في إنجلترا تحديدا يعني، فبالتالي مباراة مهمة جدا ما بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي في تمام الساعة 6:15 على كأس الدرع الخيرية كبداية لموسم جديد في إنجلترا، ودايما هيكون موسم طبعا مثير وممتع كما هو المعتاد. أما في الدوري الفرنسي النهاردة أولى جولات هذه البطولة التي قد تشهد تواجد ميسي على مدار المباريات المقبلة، بقى طبعا مش مباراة النهاردة لأن الموضوع لسه ما اتحسمش ما بين ميسي وباريس سان جيرمان. فالمباراة الأولى بتتلعب في هذه اللحظات ما بين ليون وستاد بريست 29، دي مباراة حتى الآن تعادل فيها
بدون اهداف. اما المباراه الثانيه هتكون ما بين تروا وباريس سان جيرمان في تمام الساعه 9 مساء، ايضا اولى مباراه باريس سان جيرمان في بطوله الدوري الفرنسي، وهو المرشح الدائم للفوز بهذا اللقب، وبيحاول يستعيد البطوله دي بعد ما فاز بيها السنه اللي فاتت، مش متذكر اعتقد موناكو، لكن في كل الاحوال البطوله هتكون مهمه جدا جدا، والمتابعه هتكون مكثفه لباريس سان جيرمان كمان في حاله ان هم نجحوا في اضافه ميسي، فكمان في الشامبيونز ليج هتبقى مباريات غايه في الاثاره والقوه. ده فيما يتعلق باهم الاحداث واهم المباريات اللي اتلعبت واللي هتتلعب النهارده بكل تاكيد، لكن بعد الفاصل كل التفاصيل بخصوص عدد كبير جدا جدا من الاخبار، استنونا. حاجة تشرف وحاجة تدعو للفخر، يوم رياضي سعيد على كل المصريين النهاردة بعد ما نجح أحمد الجندي أنه يجيب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث، ودي أول مرة تحصل في تاريخ مصر في اللعبة دي في الأولمبياد تحديدا، أول مرة في اللعبة دي أن احنا نجيب ميدالية أصلا، فكل التحية لأحمد الجندي بنشكره، كنت بطل يا ولد وقدرت أن أنت ترجع أو تيجي من المركز الـ14 للمركز الثاني، ودي حاجة كانت رائعة جدا ونجح فيها بشكل كبير وقدر أن هو يجيب لنا ميدالية مهمة. لكن كمان الذهب بقى، الذهب أغلى والذهب أهم، بطلتنا في ريال أشرف قدرت أن هي تجيب أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد توك بعد ما عملت مشوار أكثر من رائع، وتألق وتوهجت بشكل كبير جدا جدا وفرحتنا كلنا كمصريين. هم دول الأبطال، هم دول اللي لازم ندعمهم ولازم نفضل في ظهرهم ولازم نفضل متابعينهم على طول، مش بس في البطولات اللي زي دي، طالما هم بيقدروا يشاركوا في البطولات الكبيرة ويجيبوا لنا ميداليات فلازم نفضل جنبهم ونفضل بندعمهم بنتابعهم بشكل مكثف. في ريال أشرف قدرت أن هي تفوز بالذهبية في وزن 61 كيلو جرام بفوزها على بطلة أذربيجان 2-0 في المباراة النهائية، ده كان بعد إيه بقى؟ بعد ما تأهلت المباراة النهائية من خلال بطلة كازاخستان بنتيجة 5-4، وأيضا أصبحت في ريال أول مصرية وعربية وأفريقية تحرز الميدالية الذهبية في الأولمبياد، واول ذهبيه لمصر في اولمبياد بشكل عام من ساعه اثينا 2004، واخيرا النهارده كان العلم المصري بيرفرف والنشيد الوطني بيعزف في سماء طوكيو بفضل الملكه الذهبيه في ريال اشرف بعد الفوز بذهبيه الكوميتي، فبالتالي طبعا مبسوطين بها جدا وفرحانين بها جدا، وهي اكيد قدوه لكل البنات وكل كمان الشباب اللي حابب ان هو يحقق انجاز تاريخي في مسيرته كلاعب في اي لعبه، او كمان انجاز تاريخي لمصر عشان يفضل اسمه مخلد دائما. لكن في نفس السياق طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه وجه تهنئه لفريال اشرف بعد تحقيقها لذهبيه طوكيو، وقال من خلال تهنئه سيادته: أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه أولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يضع للفخر ويؤكد زي ما حضراتكم شايفين كده ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات، فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. الميدالية دي هي الثانية لينا في الكاراتيه طبعا بعد امبارح لما جانا فاروق جابت الميداليه البرونزيه، وما كانتش موفقه في ان هي توصل للنهائي، وكان في كلام كتير جدا على جانب التحكيم، لكن في كل الاحوال انجاز كبير ايضا حققته جانا. جانا من احد او من احدى اللاعبات المميزات جدا جدا على مستوى العالم في الكاراتيه، فكون ان هي تشارك وتقدر تجيب الميداليه البرونزيه فده برضو كان انجاز بالنسبه لمصر، وهي تعتبر أول عربية وأفريقية ومصرية تحصل على ميدالية أولمبية في الكاراتيه، ورابع فتاة مصرية تفوز بميدالية أولمبية بشكل عام. وبالمناسبة جايانا هترفع علم مصر غدا في ختام الأولمبياد، نتمنى للجميع كل التوفيق. لسه عندنا بعض المنافسات تقريبا القليلة جدا في أولمبياد طوكيو، لكن احنا بشكل عام قدرنا
ان احنا نجيب 6 ميداليات، وده اول مره في تاريخ مصر في مشاركتها في الاولمبياد ان هي تخرج حتى الان ب6 ميداليات في البطوله دي. لقطات لجيانا البطله واللي قدرت ان هي تفوز بالميداليه البرونزيه، وحاجه طبعا تدعو للفخر، وكلنا مبسوطين جدا 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 بأبطالنا في الأولمبياد. وكنا يعني عندنا بعض التخوف مع بداية الدورة الأولمبية إن ما كانش فيه أي ميداليات ولا فيه أي إنجازات، وكنا دايما نقرأ أو نتابع ونشوف توديع اللاعب الفلان اللاعبة كذا كلام من ده بيودعوا، لكن الحمد لله الناتج في النهاية أو مع اقتراب نهاية الدورة الأولمبية بقى فيه بعض الميداليات الجيدة والمميزة بالنسبة للبعثة المصرية. عايز أكمل كلامي على أحمد الجندي وأقول لكم مشواره، لأن أحمد الجندي بصراحة عمل حاجة ما كناش متوقعينها وما كانش في حد مستني، إن في الخماسي الحديث بالذات نجيب ميدالية أصلا. ما حدش كان يتوقع الجانب ده تحديدا، لان عمرنا ما حققنا ميداليه في اللعبه دي خالص خالص، يعني ما حصلتش قبل كده. فان هو يطلع الثاني بالشكل ده يا بطل، والله العظيم انت حاجه جميله جدا، ومبسوطين منك جدا وفرحانين بيك جدا، ويعني مشرف. يعني بص ما فيش اي كلمه تقدر تدي حق الابطال دول بصراحه. يعني احمد الجندي قدر ان هو يفوز بالميداليه الفضيه بعد ما تقدم من المركز ال14 الى المركز الثاني في اعجاز كبير، ان هو يجي من ال14 للمركز الثاني، فده في حد ذاته اعجاز كبير جدا جدا، واول ميداليه فضيه لمصر من ساعه اولمبياد لندن 2012 قدر يجيبها لنا بطلنا احمد الجندي. ولاول مره في تاريخ مصر تحصد ميدالية في الخماسي الحديث لتصبح الرياضة الثامنة التي تتوج فيها مصر بالميدالية أو بميدالية أولمبية بشكل عام. وأحمد الجندي هو كمان أصبح أول لاعب إفريقي ومصري وعربي في التاريخ يحقق ميدالية أولمبية في رياضة الخماسي الحديث. يعني فيش أي بطل عربي أو أفريقي قبل كده أو مصري قدر أنه هو يجيب ميدالية في الرياضة دي، فحاجة جميلة يعني، حاجة تفرح جدا لكن في المقابل النهارده كان منتخب مصر لكرة اليد اللي احنا اكيد بنعتبرهم برضو ابطال، لان الناس دي تعبوا جدا جدا على مدار البطولة وعايشونا مغامرة رائعة، وكنا بنعيش معاهم لحظة بلحظة وكنا بنتابعهم بشكل كبير جدا، لان احنا تقريبا هنا في مصر اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم هي كرة اليد، فكون انك تبقى في الأربعة الأوائل في الأولمبياد ده أول مرة حاجة أول مرة تحصل الحاجة دي في تاريخ لعبة جماعية في أولمبياد بشكل عام. النهاردة خسرنا للأسف من أسبانيا بنتيجة 33-31، كنا بنلعب مباراة الميدالية البرونزية ما كانش فيه توفيق بالنسبة لنا، لكن كل اللي نقدر نقوله إن احنا عندنا لعيبة أبطال وشباب نقدر نبني عليهم ونقدر إن احنا نساعدهم بشكل كبير جدا وندعمهم بشكل كبير جدا ونهتم بيهم بشكل أكبر، علشان في باريس بإذن الله يقدروا يجيبوا لنا ميدالية. بنحلم بكده وواثقين في كده، لأن كلهم يعني أو معظمهم شباب مميز، ومعظم الشباب دول موجودين في دوريات كبيرة جدا جدا في أوروبا، وده اللي أظهر إمكانيات كبيرة للمنتخب الوطني المصري في أولمبياد طوكيو بالتحديد لكرة اليد. فآه ممكن كان نفسنا في ميدالية ذهبية بعد ما تعشمنا قوي، لكن في نفس الوقت كل التحية والتقدير لهؤلاء الرجال على هذه البطولة المميزة وهذه النتائج الرائعة. لكن في نفس السياق برضو كان النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بحب جدا جدا لما يكون المسؤول الأول في الدولة متابع للرياضة بشكل كبير جدا وبيساند وبيدعم الشباب المصري، وده دور مهم جدا ودافع معنوي غاية في الأهمية لأي شاب مصري بيشارك في أي محفل دولي في أي لعبة رياضية. لما تلاقي رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عنك وبيدعمك وبيسقف لك وبيشيد بيك، فدي حاجة في حد ذاتها كبيرة جدا. فسيادة الرئيس النهاردة قال إيه؟ كان حريص جدا على تهنئة فريق اليد بعد الخسارة من المنتخب الأسباني على الميدالية البرونزية، وقال أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد، أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020، كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، متمنيا لكم كل التوفيق في المنافسات
والبطولات القادمة. دي كانت كلمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورسالة غاية في الأهمية، ورسالة كمان بتديك دافع لما هو قادم من تحديات عالمية بشكل عام، سواء بقى بطولة عالم أولمبياد بإذن الله بتاعت باريس كمان 3 سنين، فبالتالي حاجة مميزة جدا. بالمناسبة فرنسا هي اللي قدرت تحقق الميدالية الذهبية بعد ما فازت على الدنمارك. الدنمارك أحد يعني أفضل المنتخبات في العالم، وفرنسا اللي احنا عانينا قدامها شوية بالتحديد بسبب حراسة المرمى عندهم، فقدروا ان هم يتوجوا بالميدالية الذهبية، بالتالي الدنمارك فازت بالميدالية الفضية وأسبانيا الميدالية البرونزية، لكن فخورين كل الفخر بمنتخبنا الوطني المصري لكرة اليد. طيب دي طبعا كانت لقطات من مباراة النهاردة اللي ابتدت في تمام الساعة 10 صباحا النهاردة لك، وان شاء الله مستنيين منكم المزيد خلال الفترة اللي جاية. ده كان كل ما يتعلق بأولمبياد طوكيو ومنافسات البعثة المصرية النهاردة، وقلنا كل التفاصيل في الجانب ده، وإن شاء الله بإذن الله النتائج تكون أفضل كمان بعد 3 سنين في باريس. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل أخرى تتعلق بالجانب العالمي، وبعد كده بقى كل الاستعدادات والكواليس الخاصة بالنادي الأهلي قبل مباراة اليوم. استنونا. يعني أكيد موضوع ميسي حدث بيفرض نفسه على الساحة العالمية كلها، بالتحديد فيما يتعلق بكرة القدم، وكل متابعي ومحبي برشلونة والدوري الأسباني بشكل عام أعتقد جماهيريته هتقل شوية بعد ما رحل رونالدو من 2 سنين، ودلوقتي بيرحل ميسي عن برشلونة. لكن إيه اللي حصل في موضوع ميسي؟ يعني حد كان يتخيل ان ميسي ممكن الامور توصل لطريق مسدود ما بينه وما بين برشلونة؟ ممكن كان في نسبة معينة من الجماهير يعني يتوقعوا رحيل ميسي، لكن كان اقرب للحدوث هو ايه؟ ان اللاعب كان هيجدد مع برشلونة، كانت الامور ماشية بشكل كويس جدا، والراجل خلص اجازته وراجع على اسبانيا في انتظار حسم بنود التعاقد والمسألة اللي بتتعلق بالجوانب المادية وكل هذه الامور. ميسي ايه اللي حصل بقى؟ انا بحكي لكم، يعني ميسي كان في دماغه ان هو خلاص مع برشلونه هيجدد عقده وهيكمل خلال الفتره الجايه طبقا لاتفاقات حصلت قبل ما نهايه الموسم اللي فات تخلص والامور تنتهي بشكل نهائي، لكن فوجئ بوكيل ميسي اللي هو خورخي ميسي اعتقد اللي هو والده، لما تواصل مع ممثلي برشلونه ومع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الجديد، وكان التواصل بخصوص الراتب وان لازم ميسي يقلل راتبه شوية مع برشلونة، لان هناك طبقا للوائح اللي بتكون من خلال رابطة الأندية المحترفة في أولية الدوري الأسباني، ان انت ما تقدرش تصرف اكتر من 70% من الدخل بتاعك. يعني انت بتحسب الدخل بتاعك كنادي والعقود كلها لازم تكون بحد اقصى 70% من الدخل ده، يعني تبقى ليك 30% من دخلك الاساسي. يعني انت لو دخلك 1,000,000 جنيه تصرف 700,000 جنيه، ما ينفعش تعدي الجزئيه دي. فبالتالي ميسي طبقا للاتفاق اللي كان تم ابرامه قبل نهايه الموسم كان بينص على ايه؟ على ان ميسي تقريبا هياخد 20% من دخل برشلونه. فبالتالي لما حسبوا الحسبة لقوا ان برشلونة عدوا نسبة 110%، يعني بقى اعلى بشكل كتير جدا جدا من النسبة المتفق او المفروض ان هي تحصل طبقا لبنود ولوائح الرابطة. يعني فبالتالي تواصلوا مع ميسي في محاولة لتقليل المبلغ ده، فحتى لما حاولوا يقللوا راتب ميسي لقوا ان الموضوع فيه برضه صعوبة. ده اللي خلى خوان لابورتا يعني يقول لممثلي ميسي ان خلاص كده الموضوع هيبقى صعب ان احنا نجدد لميسي بشكل او باخر، فميسي ليه كل الحرية في ان هو يمشي عشان تحصل المفاجأة، والكل دلوقتي بيترقب ميسي هيروح فين، هيكون موجود في انهي نادي. هي او هو خبر قوي جدا جدا، واكيد الكل متفاجئ بيه بشكل كبير بعد ما كانت التوقعات كلها بتقول ان ميسي هيكمل في برشلونه، لكن الكلام كله على انهي نادي دلوقتي؟ على باريس سان جيرمان اللي تواصلوا مع ميسي بشكل كبير جدا، واصبح الاتفاق قريب قوي ما بين ميسي وباريس سان جيرمان عشان ينضم لزميله السابق نيمار اللي هو كان دايما بيتمنى عودته لبرشلونه. فالاثنين هيكونوا موجودين في باريس سان جيرمان، والصفقه هيتم الاعلان عنها بشكل رسمي مع نهايه هذا الاسبوع عشان نشوف فريق الاحلام في باريس سان جيرمان. عندك راموس وفينالدوم وعندك دوناروما وعندك مبابي موجود الا اذا رحل لريال مدريد،
وعندك نيمار وعندك دي ماريا وعندك ناس كتير جدا جدا. الفرقه تقيله قوي 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 في باريس سان جيرمان، والهدف الاساسي بالنسبه لهم احنا عارفينه هو الفوز بالتشامبيونز ليج بخلاف الدوري الفرنسي. وبمناسبه الدوري الفرنسي السنه اللي فاتت كان ليل الفرنسي هو اللي فاز بالدوري السنه اللي فاتت، مش موناكو عشان اعدل لحضراتكم المعلومه، لكن هيبقى في اصرار كبير جدا عند باريس سان جيرمان ان هم يجيبوا الدوري وكمان تشامبيونز ليج، ده الحلم الاساسي بالنسبه لهم. بكره هيكون في مؤتمر صحفي الساعة 12 بتوقيت القاهرة، هو نفس توقيت اسبانيا، لميسي عشان يوضح كمان كل الامور بشكل اكبر. ده فيما يتعلق بميسي. خليني اقول لحضراتكم ارقامه سريعا مع برشلونة. ميسي في الدوري الاسباني قدر ان هو يجيب الدوري كم مرة مع برشلونة؟ 10 مرات، عدد كبير جدا من البطولات الخاصة ببطولة الدوري الاسباني. عندك كمان كاس ملك اسبانيا 7 مرات زي ما حضراتكم شايفين كده، كاس السوبر الاسباني 7 مرات، دوري ابطال اوروبا 4 مرات، السوبر الاوروبي 3 مرات، كاس العالم للانديه 3 مرات، يعني مجموع 34 بطوله مع برشلونه، بخلاف ان هو قدر من خلال مسيرته مع برشلونه ان هو يفوز بالكره الذهبيه 6 مرات والحذاء الذهبي كمان 6 مرات. دي كلها ارقام ميسي، وارقام طبعا كلها كبيره واعجازيه وقويه جدا جدا جدا. ده فيما يتعلق بحديث الساعة ليونيل ميسي. هيكون في ترقب خلال الفترة الجاية مين النادي اللي هينجح في التعاقد مع ميسي، في ظل وجود اهتمام بالمناسبة من تشيلسي، بس الموضوع صعب شوية. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى نتفرغ للحديث عن النادي الأهلي، وده الأهم بالنسبة لنا النهاردة، لأن خلاص المنافسات قوية جدا جدا في بطولة الدوري المصري، ومباراة مهمة جدا أمام سيراميكا. كل الكواليس هتكون بعد الفاصل معانا بإذن الله، استنونا. بداية مرحلة الحسم، مباراة اليوم مباراة الأهلي الأولى ضمن 7 مباريات حاسمين جدا في مشوار بطولة الدوري الممتاز اللي بيحاول النادي الأهلي على ان هو يحافظ على لقبه فيها. فبالتالي مرحلة غاية في الصعوبة على مدار تقريبا 20 يوم او يعني 22 يوم تقريبا، مباريات صعبة وضغط كبير جدا جدا بخصوص المنافسة على بطولة الدوري. فبالتالي بقى مطلوب ايه؟ مطلوب ان انت تركز وتاخد كل مباراة على حدة، وكل 3 نقاط لوحدهم كده تكون مركز فيهم علشان ان شاء الله تحقق هدفك الاساسي في الحفاظ على بطولة الدوري، وهي البطولة الغالية جدا عند كل جماهير النادي الاهلي. عندنا جهاز فني محترم، لعيبة مميزة جدا وابطال، فان شاء الله كمان بيعود بعض العناصر الدولية سواء شناوي اكرم طاهر لسه ما دخلش القائمة عشان عنده اصابة خفيفة جدا، لكن بالتالي انت عندك كل الامكانيات ان انت تحافظ على البطوله باذن الله في ظل منافسه قويه وشريفه مع نادي الزمالك على هذا اللقب، واللي بيتساوى معاك في عدد النقاط، لكن انت الافضليه بالنسبه لك بخصوص المواجهات المباشره وكمان الاهداف يعني. فان شاء الله باذن الله تفضل الافضليه بالنسبه للنادي الاهلي حتى نهايه اخر مباراه عشان الفريق يفوز ببطوله الدوري باذن الله. افكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم، دي كواليس طبعا من مقر اقامه النادي الاهلي قبل المباراه، لكن القائمه بتتمثل في محمد الشناوي اللي بيعود وعوده مهمه جدا، واكيد علي لطفي عمل مجهود كبير جدا جدا على مدار الفتره اللي فاتت والمباريات السابقه في بطوله الدوري. بالتالي محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، في خط الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وايمن اشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد، وايضا في خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السوليه واليو ديانجو واكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه وكهربا وحسين شحات وجونيور اجاييه، اما في الهجوم كل من محمد شريف هداف الدوري برصيد 17 هدف ووالتر بواليا ومروان محسن. اما فيما يتعلق بحكام مباراه الليله فبالتالي حكم الساحه هيكون امين عمر، نتمنى له كل التوفيق، مساعد اول يوسف البساطي، مساعد ثاني هادي عبد الفتاح، حكم رابع محمد حسن، حكم فار نادر أمر الدولة، ومساعد حكم فار حمادة الجلاوي. ده فيما يتعلق بما يخص مباراة اليوم، لكن عايزين نطمن بشكل أكبر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي من داخل مقر إقامة الفريق بإحدى الفنادق القريبة من ملعب المباراة استاد الأهلي والسلام. يا شريف مساء الخير.
مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بلادي حبيب. بلادي لك يا حبي امير سوري، انا اسف امير. انا اسف زميلي امير، تحياتي ليك طبعا وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. بلادي بلادي لك يا حبي وفؤادي، مليون مبروك لابطالنا في الاولمبياد ما بين الذهب والفضه والبرونز. انجاز ما بعده انجاز، مليون مبروك لكل البعثه المصريه ويا رب تكمل على خير. والنهارده يكون يوم فرح زميلي امير ونفوز على فريق كبير هو فريق سيراميكا بإذن الله يا رب. بإذن الله يا شريف. طمنا بقى على البعثة أو عفوا طمنا على الفريق وكواليس المباراة النهاردة ما قبل انطلاق هذا اللقاء الهام في مرحلة هي حاسمة جدا جدا بالنسبة لبطولة الدوري، وكيف استعد النادي الأهلي لأولى مباريات هذه المرحلة يا شريف؟ زميل امير خلينا نطمنك الاول على فريق النادي الاهلي المقيم في احد الفنادق في التجمع الخامس طبعا القريب من استاد اللقاء، استاد الاهلي والسلام اللي هيكون عليه اللقاء في التاسعه مساء. يا رب باذن الله يكون التوفيق اليوم مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يومه في 11 صباحا في وجبه الفطار، ويمكن كان الساعه 3 عصرا كانت وجبه الغداء. الان بتجري المحاضره الفنيه الخاصه مستر بيتسو موسيماني لتعريف لاعبي النادي الاهلي، التشكيل اللي هيخوض بلقاء سيراميكا، طريقه اللعب، الجمل التكتيكيه اللي هيطلبها منهم النهارده. كل ده بيدور الان في المحاضره المغلقه في الفندق. التحرك هيكون في 7 مساء الى الاستاد، بتتكلم في 20-25 دقيقه بالكثير جدا، ويكون الاهلي باذن الله طبعا داخل غرف الملابس. يمكن دي كانت كواليس اليوم داخل فندق الاقامه. النادي الاهلي امبارح ختم تمرينه في 5 مساء، ويمكن مستر بيتسو موسيماني يجرب اكثر من لاعب في اكثر من مركز. يا رب بس التوفيق النهارده يكون موجود مع لاعبي النادي الاهلي، وبتمنى بصفه شخصيه طبعا التوفيق للحكم الكبير طبعا الكابتن ايمن عمر يكون موفق ويدي الفريقين طبعا يعني ينصف ما بين الفريقين، وباذن الله الفريقين ياخدوا العداله التحكيميه النهارده ويكون النادي الاهلي له الغلبه العليا باذن الله في هذا اللقاء. دي كانت كواليسنا داخل فندق الاقامه. طبعا زي ما قلت زميلي امير تزين قائمة الفريق هو الحارس الكبير محمد الشناوي، عندنا ثقة كبيرة جدا طبعا في علي لطفي وفي مصطفى شوبير، ولكن يبقى الشناوي رقم واحد في الوطن العربي. فيا رب بإذن الله أيا كان مين النهاردة هيكون موجود في بداية اللقاء، أهم حاجة بإذن الله بإذن الله الأهلي من حضر أي 11 لاعب النهاردة يكونوا موجودين في أرض الملعب يكون التوفيق معهم ونفوز طبعا على فريق كبير هو فريق سيراميكا. طيب شريف، عايز اعرف طبيعه اصابه طاهر، محمد طاهر اللي بيغيب للمباراه الثانيه على التوالي، لان كان في فرص كبيره ان هو يكون موجود في مباراه دجله، لكن الاصابه هي اللي بعدته عن مباراه دجله وبالتالي كمان مش موجود في مباراه اليوم. ايه طبيعه الاصابه تحديدا بالنسبه لطاهر يا شريف؟ هو اشتكى في احد الاصبع في قدمه في المران اللي طبعا كان عقب العوده من الاولمبيات، ولكن فضل الجهاز طبعا الطبي راحته حتى لا تتفاقم الاصابه، وباذن الله من بكره هيكون موجود في التمرين عادي وباذن الله ويكون جاهز للمباراه المقبله باذن الله، مباراه الاسماعيلي. زميلي امير 7 مباريات، يمكن ضغط مباريات كبير جدا، 7 مباريات توالي مباريات، فباذن الله باذن الله يكون لنا الكلمه العليا في السبع مباريات ونفوز بيهم ونتوج بالبطوله محببة لكل جماهير النادي الأهلي بطولة الدوري العام. طيب بالتالي يا شريف احنا بنتكلم في 7 ماتشات كلهم مهمين جدا جدا، لكن في نفس الوقت انت في منافسة قوية مع نادي الزمالك بكل تأكيد اللي بيمتلك نفس رصيد نقاطك في بطولة الدوري حتى الآن. كيف يفكر الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي بخصوص المرحلة دي؟ هل بيبقى في اهتمام، وده سؤال مهم جدا عايزك توضحه للجمهور، هل بيبقى فيه اهتمام بنتائج نادي الزمالك او في ترقب لنتائج نادي الزمالك، ولا طالما الافضليه عندك بتبقى مركز مع نفسك في انك تكسب كل ماتش عشان تقدر تفوز بالبطوله مع اخر مباراه باذن الله؟ معانا جهاز فني شاطر قوي، معانا جهاز اداري شاطر جدا طبعا بقياده مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والتحذير للاعبين، محدش ينشغل باي فرقه اخرى. القصه في ايدي، اكسب السبع مباريات هنتوج باللقب على طول، ملناش دعوه بالمنافس، ملناش دعوه بالثالث والرابع ومين اللي طالع مين اللي نازل، ملناش دعوه، نركز في 7 مباريات، ناخد كل مباراه على حده نفوز بيهم، مش محتاج خدمات من احد، انا خدماتي بايدي ذات نفسي، اكسب 7 مباريات اتوج باللقب. التعليمات واضحه لكل لاعبي النادي الاهلي، التركيز فقط
في كل مباراة، التركيز في مباراة اليوم مباراة السيراميكا، وطلب اللاعبين بالحصول على الثلاث نقاط، محاولة إحراز هدف مبكر لتسهيل المباراة، شدد عليهم على الأخطاء المباراتين السابقين. يعني الراجل بيتكلم في كل الأخطاء ومركزين جدا، ومحدش بيتكلم خالص ولا على أي مباراة موجودة النهاردة أو مباراة في الأيام القادمة، الكل مركز في السبع مباريات فقط بداية من مباراة سيراميكا اليوم. بإذن الله أتمنى لهم كل التوفيق يا شريف. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، وكان معانا على الهواء مباشرة من مقر إقامة النادي الأهلي قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة اليوم الهامة جدا في تمام الساعة 9 مساء أمام سيراميكا كليوباترا. بشكرك شريف شكرا جزيلا، طمناكم بشكل كبير جدا على كواليس الفرقة قبل مباراة اليوم، لكن لسه عندنا كواليس كمان كتير جدا جدا بتتعلق بالنادي الأهلي قبل مباراة النهاردة، بس بعد الفاصل استنونا. طيب الناس اتكلمت ازاي على السوشيال ميديا بالتحديد من خلال الحسابات الرسميه لبعض المواقع بخصوص مباراه اليوم ما بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا في بطوله الدوري. نبتدي بحساب في الجول واللي توقع تشكيل الاهلي لهذه المباراه، واللي قال هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع اكرم توفيق، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، في خط الوسط عمرو السوليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، ومحمود كهربا. اما في الهجوم محمد شريف المتالق. كمان نروح لحساب اخر وهو حساب الاهرام على تويتر، واللي بيقولوا التشكيل ايضا المتوقع للنادي الاهلي، بس هو التشكيل بتاعهم مختلف شويه على في الجول، وقالوا هيكون موجود في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، ومحمد هاني، في خط الوسط اليو ديانج، عمرو السوليه، كهربا، قفشه، حسين الشحات اللي بيتالق بشكل ملفت في الحقيقه، حسين الشحات ما شاء الله، وفي خط الهجوم محمد شريف. ده بخصوص كمان التشكيل المتوقع من خلال الحساب الرسمي للأهرام على تويتر. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من داخل ملعب أو استاد الأهلي والسلامة، عشان يقول لنا كل الكواليس اللي بتتعلق باستضافة مباراة اليوم. يا فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي والسلام، واحداث مباراه الجوله الثالثه والعشرين، اللقاء اللي بيجمع ما بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا. عايز اقول لك ان مجهود كبير جدا بتبذله يعني اداره شركه استادات الوطنيه في هذا اللقاء وفي ملعب الاهلي والسلام، وده طبعا اللي بنقول عليه التعاون المثمر اللي ما بيجمع ما بين شركه استادات الوطنيه والنادي الاهلي، وتجهيزات بتتم داخل ارض ملعب الاهلي السلام علشان يقربنا من الصوره ويحطنا في الصوره بشكل يعني اكبر وشكل اعمق. انا بينضم لي في هذه الاثناء الدكتور شريف شديد المدير التنفيذي للاستاد الاهلي والسلام. دكتور شريف برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومجهود كبير جدا بتبذله شركه استادات الوطنيه في ملعب الاهلي والسلام، وهو يعني جزء من اجزاء كبيره جدا تقع تحت يعني قياده شركه استادات الوطنيه. حطنا في الصوره وقربنا على اخر استعدادات شركه الاستاد الاهلي والسلام لاستضافه اللقاء الاهلي وسيراميكا كليوباترا. متشكرين يا فاروق على المقدمه الحلوه ديت، واحنا عندنا هنا سيستم ماشيين عليه. تم عرض الامر كله على اداره شركه استادات الوطنيه المهندس سيف الوزير الرئيس مجلس الاداره، وسياده العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الاداره، بكيفيه التجهيز للمباريات. احنا عندنا جميع المباريات سواء النادي الاهلي او اي فريق تاني، الانتاج الحربي، وادي دجله، اي مباراه بتستضيفها استاد الاهلي والسلام، كلها بتقع تحت نظام واحد. احنا بنشتغل عن طريق جدول زمني لجميع المباريات. قبل الماتش بيوم بيحصل اجتماع لجميع الطاقم اللي بيشتغل معايا، وبنراجع كل المشاكل اللي عندنا، بنراجع كل البنود اللي بنشتغل عليها، وبننهي الاجتماع بان كل واحد بيشوف وضعه ايه وبيشوف مركزه فين. يوم الماتش بيبقى هو ده اليوم الحاسم، ان احنا بنعمل اجتماع برضه الصبحيه، بنراجع كل الجدول الزمني عندي. جدول الزمني عندي ارض الملعب، عندي الاضاءه بتاعه الملعب، عندي غرف اللعيبه، عندي تجهيزات الاسعاف، عندي تجهيزات الاحترازيه، عندي المقصوره الرئيسيه، عندي الضيافه، عندي يعني اوجه كتيره، انشطه كتيره قوي بنستعملها. النهارده خلينا نتكلم على اهم نقطه هي ارض الملعب. ارض الملعب في تعاون بيننا وبين مستر موسيماني.
على النجيلة وعلى طول النجيلة وعلى كيفية الري والرش، طبعا تعليماته كلها بتنفذ. والحمد لله هو يعني سعيد جدا بأرض الملعب عندنا، مستوى الصيانة في الملعب والأسمدة والتجهيزات على أعلى مستوى يوم الماتش. بيجي مستر موسيماني بيشوف الأرض قبل المباراة وبيدي الأوكي عليها، وفي نظام للرش إذا كان هو عايز يرش قبل الماتش بقد إيه بنرش الملعب. بالنسبة لغرف اللعيبة الصبحية بيحصل تجهيز ليها كامل، بتحصل عملية نظافة مرتين، بعد كده بنعمل الإجراءات الاحترازية، بنرش كل الأوض وبنعقمها علشان طبعا الكورونا، وبنقفل الأوض بتاعتنا وبنحط عليها ليبل بأن الأوض دي تم تعقيمها وما بتفتحش إلا بوصول الفرق أو الإداريين بتوع الفرق. وده البند بالنسبة لي المهم اللي هو أرض الملعب وغرف اللعيبة. عندنا بعد كده الإضاءة، وعندنا استقبال الضيوف، وعندنا الفي آي بي، وعندنا المقصورة الرئيسية، وعندنا التجهيزات الخاصة بالإسعاف وتجهيزات الملعب والصحفيين وأماكن الصحفيين واستقبال الضيوف بتوع الفرقتين حسب قرار وزارة الداخلية 25 من كل فريق، وصحفيين لا يزيدوا عن 45. والحمد لله احنا ملتزمين بكل هذه القرارات، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون كلنا بنساعد بعض عشان نطلع بأحسن صورة ممكنة لمباريات النادي الأهلي وجميع المباريات اللي بتلعب على استاد الأهلي والسلام. عايز اتكلم على في استعداد بتتم يوم المباراه، في استعداد بتتم عقب المباراه، هل بيبدا يعني بعد نهايه المباراه في استعدادات في صيانه بتتم عقب نهايه المباراه ولا بتستنوا لتاني يوم؟ لا، عقب نهايه المباراه في عندي شقين، يا اما ارض الملعب لازم على طول يخش عليها المهندسين ونرش الملعب ونظبط اي حاجه حصلت فيها في اثناء المباراه. تاني حاجة لازم نعقم كل غرف اللعيبة ونعقم قاعة المؤتمرات الرئيسية والممرات الرئيسية اللي حصل فيها اختلاط، وبيحصل مراجعة لمنطقة المقصورة الرئيسية إذا كان في أي حاجة حصلت في المقصورة الرئيسية، دي الأماكن اللي بيكون فيها متواجد فيها الناس يعني. تاني يوم بيحصل بقى عمليات النظافة كاملة، وشركة النظافة المسؤولة عن الاستاد بتعمل عمليات نظافة و إلقاء المخلفات بره الاستاد وتعقيم تاني مرة وقفل الغرف والتتميم عليها وكل ده. بشكر حضرتك يا دكتور واتمنى لك التوفيق دايما، ودايما يبقى استاد الأهلي والسلام أحد الصروح العملاقة في مصرنا الحبيبة. ألف شكر ليك يا أستاذ فاروق، وإحنا دايما بنحاول إن إحنا يعني نأدي واجبنا على أكمل وجه ونرضي جميع الفرق والنادي الأهلي طبعا بالذات. وبشكر الإدارة عندي إنها دايما سامحة لي ومدياني المساحة إن إحنا بنعمل كل الشغل ده بارتياح. ألف شكر ليك. زميلي العزيز أمير زي ما سمعت هي كتيبة عمل على مدار 24 ساعة هنا في استاد الأهلي ويا السلام علشان نشوف المنظر والاستاد بهذا الشكل. عايز أختم معاك يا أمير بانفراد من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي بتشكيل فريق سيراميكا لهذا اللقاء، الكابتن هيثم شعبان المدير الفني، يعني أقول لك التشكيل اللي هيلعب بيه هذا اللقاء يكون مكون من عامر في حراسة المرمى، قدامه اثنين مساكين خالد صبحي وعبد الله محمود، في اليمين رجب بكار، في الشمال أحمد محسن، اثنين في قلب دايرة المنتصف رجب عمران وكوامي بونسوا، قدامهم ثلاثة محمد إبراهيم ميدو جابر أحمد غنيم، ورأس الحربة هو أحمد ياسر ريان. ده كان تشكيل يعني التشكيل المتوقع أو التشكيل اللي يعني الفريق سيراميكا كانفراد لينا من خلال برنامج الترند. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز أمير هشام. أنا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا فاروق صلاح زميلنا المجتهد في الحقيقة والمميز ومراسل قناة النادي الأهلي اللي كان معانا من داخل استاد والأهلي والسلام، واللي قال لنا تشكيل سيراميكا الرسمي، واللي كمان عمل لقاء غاية في الأهمية بشوفه في الحقيقة مع دكتور شريف شديد مدير استاد الأهلي والسلام، والتطرق للتعاون المميز والمثمر ما بين شركة استادات الوطنية مع النادي الأهلي، ومجهود كبير جدا بيبذل في الحقيقه. والجميل في الموضوع ان انت لما تيجي تشوف اللقطات اللي تم عرضها بخصوص يعني الغرف ومداخل الملعب وكل هذه الامور، طالما الملعب بتاع النادي الاهلي فبالتالي انت لازم تحس بهويه النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، وده اللي احنا بنشوفه بصراحه. يعني سواء بتشوف
ألقاب زي بشكر بيبو طبعا جاب اللقطات على طول اهو، سواء بتشوف مثلا تاريخ النادي الأهلي كألقاب، جاب كام بطولة في دوري أبطال أفريقيا، في الدوري المصري، مش عارف إيه، تشوف صور للعيبة، لعيبة النادي الأهلي، الغرف كلها يعني باللون الأحمر والمداخل باللون الأحمر، وده اللي بنشوفه على غرار في الملاعب الكبيرة في أوروبا. يعني أنت مثلا بحكم متابعتنا المكثفة لمحمد صلاح نجمنا المصري، فبتيجي تبص على ليفربول والصور اللي بينزلوها على حساباتهم الرسمية، بتشوف صور مثلا لمحمد صلاح لساديو ماني وهم داخلين الأنفيلد، فبتشوف صور ليهم محطوطة أصلا على الحيطة ونجوم ليفربول التاريخيين. فده شغل أكثر من رائع في الحقيقة من خلال شركة السادات الوطنية ومن خلال إدارة ملعب استاد الأهلي والسلام، وحاجة يشكروا عليها بالمناسبة. طيب ده كان فيما يتعلق بكل كواليس الملعب قبل استضافة مباراة اليوم، مباراة غاية في الأهمية. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في الماتش النهاردة، 3 نقاط جديدة في مشواره في بطولة الدوري الصعب جدا السنة دي، فبالتالي بطولة هيبقى ليها مذاق مختلف عن بعض البطولات اللي كنا بناخدها منتهى الأريحية، وده بسبب المنافسة القوية مع نادي الزمالك النادي المحترم والكبير. النهاردة سؤال الحلقة كان بيقول ايه توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم أمام سيراميكا، وكمان مين ممكن يحرز الأهداف. فخلينا ناخد تفاعل لحضراتكم من خلال الصفحات الرسمية للنادي أو لقناة النادي الأهلي على السوشيال ميديا. نبتدي ب محمد محمود وقال فوز الاهلي 3-0 ان شاء الله وتعثر للزمالك. ماشي، اكيد كل جمهور النادي الاهلي بيتمنى تعثر نادي الزمالك، وفي المقابل نادي الزمالك بحكم الافضليه اللي موجوده للنادي الاهلي جماهيره بتتمنى التعثر بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله ده ما يحصلش. نروح لطارق المصري واللي بيقول باذن الله الاهلي يكسب 2-0. نروح كمان لاحمد جمال واللي قال 3-0 للاهلي ان شاء الله، كهربا والشحات وشريف. بصراحه كهربا بيستعيد مستواه بشكل تدريجي، الشحات استعاد خلاص مستواه، شريف بيتألق وبيستمر في تألقه، وهداف الدوري برصيد 17 هدف، وده عدد كبير جدا ومميز في الحقيقة في موسم واحد. تعالى نروح كمان لعمر الكاشف واللي قال 3-0 ان شاء الله الفولت هيسجل هدفين والافندي هدف، وقصده الفولت اللي هو كهربا والافندي اللي هو محمد شريف. ناخد اخر تعليق معانا وده من خلال حمادة حبيب واللي قال 3-0 للأهلي إن شاء الله بإذن الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي يقدر يسعد جماهيره من خلال انتصار مهم ومميز النهاردة في إطار المنافسة القوية جدا على بطولة الدوري. ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللاعبين، وإن شاء الله يفرحونا من خلال نتيجة النهاردة تكون مهمة في بداية مشوار الحسم لبطولة الدوري. ده كان تفاعل حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله نبارك فيها البعض ب3 نقاط جديدة للنادي الأهلي في مشواره بطولة الدوري. إلى اللقاء.